تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما صباح التفاؤل وصباح الصحة وصباح الطاقة الإيجابية. دائما أتمنى لكم إن شاء الله مستمعين الأعزاء أن يكون يومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية، ودائما الشعور بالسعادة وشعور بالإيجابية له آثار إيجابية وله آثار جيدة على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا معانا مخرجنا المتألق سعيد المر. صبحكم الله بالخير والنور والعافية جميعا. ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم مع البرنامج على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ولكن قبل أن نستعرض فقرات البرنامج نحب نذكر مستمعينا الأعزاء دائما بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما خلكم حريصين مستمعينا على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وحافظوا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأخيرا غسل اليدين وبشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما آخر الأخبار الصحية والعلمية التي تهم جميع أفراد المجتمع، وأبرز المواضيع والأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم أيضا في حلقتنا مستمعينا بنتعرف إلى أهم خدمات قسم أمراض الكلى التي توفرها هيئة الصحة بدبي في مستشفى دبي، وأيضا مجموعة الأنماط الحياتية الصحية اللي تعزز من قدراتنا الوقائية والدفاعية تجاه الأمراض. وأيضا بنستعرض اليوم خدمات مركز دبي للعلاج وإعادة التأهيل بهيئة الصحة بدبي. ناخذ خبرنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، وتحت عنوان تواصل ردود الفعل العالمية اتجاه نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى المريخ. تواصلت ردود الأفعال العالمية تجاه نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في أول مهمة لها إلى كوكب المريخ، بعد أن تمكن مسبارها الاستكشافي مسبار الأمل مساء أول من أمس من دخول مدار الكوكب الأحمر بعد انطلاقه من الأرض قبل 7 أشهر. أما موقع البي بي سي أيضا تقول أن الإمارات تنجح في وصول رحلتها الاستكشافية الفضائية إلى المريخ، وأكد أن علماء الإمارات يمكنهم الآن دراسة الغلاف الجوي للكوكب. وذكرت أيضا CNN أن المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي يوم الثلاثاء الماضي حملوا ختم المريخ على جواز سفرهم كذكرى جميلة تؤرخ وصول مسبار الأمل الذي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المريخ. وأيضا قالت وكالة الأنباء الفرنسية وموقع 24 فرانس أن أصبحت الإمارات العربية المتحدة خامس دولة في العالم وأول دولة عربية تنجح في وضع مسبار فضائي في مدار كوكب المريخ، مع وصول مسبارها الأمل إلى مدار الكوكب الأحمر مساء الثلاثاء الماضي بعد رحلة استمرت 7 أشهر.
وننتقل مستمعينا من فقرة ردود الأفعال العالمية حول نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى المريخ إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. أول شيء أحب أبارك من الأشياء اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي فوز هيئة الصحة بجائزة الشرق الأوسط للمشتريات والتوريد العالمية عن فئة الابتكار الرقمي في عمليات الشراء. الجائزة أخوي عبد الله يمنحها معهد تشاردر للمشتريات والتوريد الدولي وهي الجهة المتخصصة عالميا في مجال المشتريات والتوريد للمملكة المتحدة. نبارك لي العاملين على هذا المشروع، نبارك لي هيئة الصحة. أيضا يعني من ضمن الخدمات لمركز سالم الذكي هو مرشح للفوز بجائزة برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، يعني راح توصل الأشخاص اللي عندهم القدرة على التصويت للمركز يمكن أنهم يصوتون بعد ما يشوفوا مجموعة من الفيديوهات عن المبادرات المرشحة. مركز سالم ذكي يستخدم هو مركز كامل ذكي للفحوصات اللياقة الطبية في دبي، ونسبة السعادة فيه تفوق 97%. المركز كله عن طريق الروبوت و كل الأشياء اللي فيها ذكي، وواحد ما يحتاج حتى أي تدخل بشري عند دخوله ومروره بكل المحطات الموجودة. أيضا من ضمن الأشياء اللي أكدنا عليها هي أمور لا تفعلها عند الذهاب إلى دور السينما. وايد مهم من الأشخاص اللي يعانون من أعراض مرضية أو يعني يحسون بتعب إنه ما يروحون أي مكان عام، والأفضل الواحد يبقى في البيت إذا عنده أعراض مرضية ويطمن عن طريق البي سي آر. يعني لو كنت أحس بأعراض أول شيء بسويه إنه باخذ بفحص وبطمن على الأقل، يعني إذا مو على نفسي بطمن على الناس الكبار اللي عندنا في البيت. هاي مجموعة من النصائح كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع المحافظة على المثلث الذهبي التباعد الاجتماعي لبس الكمام وغسل اليدين. وأيضا قبل ما أختم، جميع مراكز هيئة الصحة بدبي تعمل بنظام المواعيد، حتى هذا يمشي نفس الشيء على موضوع التطعيم، تطعيم كوفيد 19. كل مراكزنا لا تقبل الحضور دون موعد، ويجب على الجميع أخذ موعد مسبق من خلال الاتصال على رقم المجاني أو رقم الموحد 800-342. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة لخت أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. ومستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية إن شاء الله بتكون فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، ولكن بنذكر أيضا بالنسبة لمراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي، ومثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن جميع المراكز تعمل وفق مواعيد مسبقة. ومراكز الفحص التي تتطلب موعدا مسبقا هي مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي تابعة لهيئة الصحة بدبي، مركز ند الحمر الصحي، ومركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبا الصحي، وأخيرا مركز السيلي الصحي. وبعد الفاصل فقرتنا الثانية بتكون فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم عنوان الحلقة مشاكل وأمراض الكلى وكيفية تجنبها. بتكون معنا الدكتورة سيمة عبد الله، أخصائي أول في قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. خلكم مع برنامج صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS
4006 وفقرتنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان مشاكل وأمراض الكلى وكيفية تجنبها وعلاجها وأيضا الوقاية منها. دائما هيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء تعمل بشكل متواصل على تحديث وتطوير أقسامها ومنشآتها الطبية في مختلف التخصصات، دائما تستهدف طبعا تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع. ومن بين هاي الأقسام المهمة الحيوية اللي تحظى الصراحة باهتمام هيئة الصحة بدبي قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي. اليوم يشرفنا بتكون معانا إن شاء الله الدكتورة سيمة عبد الله، أخصائي أول قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، للتعرف على هذا القسم الحيوي. دكتورة سيمة صباح الخير. صباح النور. بكون سعيدة اليوم أني أكون معكم، شكرا لاستضافتكم برنامج صحة وسلامة. شكرا. الله يسلمك دكتورة سيمة، وشكرا لك أيضا وجودك معنا، ونحن سعيدين جدا بأن يعني نعرف أكثر عن قسم أحد الأقسام الحيوية والمهمة والمميزة الصراحة في مستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، قسم أمراض الكلى. لو تعطينا نبذة دكتورة عن هذا القسم وما هي إمكانيات هذا القسم أيضا. احنا في قسم الكلى نقدم خدمات واسعة، هو عبارة عن خدمة غسيل الدموي. الغسيل الدموي تقريبا السنة اللي فاتت 2020 قدمنا 37 سوينا 37 ألف جلسة غسيل، اللي يعتبر عدد كبير. غير عن هذا القسم تقريبا بعد يسوي أنواع ثانية من الغسيل، اللي هو الغسيل البريتوني. تقريبا بين 30 و 35 مريض يعانون من الفشل الكلوي يسوون الغسيل البريتوني. غير عن هذا الناس اللي يكونون داخلين المستشفى يكون عندهم هبوط حاد في الدورة الدموية أو يكون عندهم أمراض قلب، نسوي لهم نوع ثاني من الغسيل اللي هو الغسيل البطيء، نسوي لهم في الأقسام. تقريبا كان 2400 جلسة غسيل من هالنوع كان في السنة اللي فاتت. الخدمات الثانية خدمة العيادات، عيادات متنوعة نقدمها حق المواطنين والمقيمين اللي يعانون من أمراض مختلفة من أمراض الكلى، زراعة الكلى، الفشل الكلوي بأنواعه الخمسة بمراحل الخمسة، المرض الفشل الكلوي الحاد نتابعهم أول شيء في خلال وجودهم في المستشفى يمكنون مرقدين، وبعدين بعد ما يطلعون من المستشفى نتابعهم في العيادة. مرضى الالتهابات الكبدية اللي عملوا عملية وخزة الكلى نتابعهم ونعالجهم في العيادات. خدمات متنوعة. وبعدين عندنا طبيب مناوب 24 ساعة، خدمة 24 ساعة في الحالات الطارئة اللي يحتاجون غسيل، يحتاجون إن نبدأ لهم غسيل. وتقريبا أنواع ثانية مثل البلازما بعد نسويها حق الناس اللي يحتاجونها. هاي تقريبا الخدمات. دكتورة سيمة، طبعا يعتبر قسم غسيل الكلى في مستشفى دبي من الأقسام الحيوية، ويعتبر أيضا يعني مركز غسيل الكلى بهيئة الصحة بدبي. دكتورة، قبل لا ننتقل إلى يعني المحور الآخر اللي هو بنتكلم معاك إن شاء الله عن التقنيات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي في قسم غسيل الكلى على وجه التحديد، أنا حاب أن يتكلم معاك إلى يعني نقطة ثانية. الإنسان اللي يصاب بمرض الفشل الكلوي دكتورة مثل ما تعرفين يعتبر من الأمراض المزمنة، واللي معروف في مستشفى دبي وبالأخص عندكم دكتورة سيمة في قسم غسيل الكلى يتم علاج الشخص المصاب بالفشل الكلوي ليس فقط علاج دوائي، وإنما يؤخذ الإنسان هذا بعلاجه بجانب متكامل. أنتوا تتطرقون أيضا دكتورة مع الأخصائية النفسية أو الاجتماعية بحيث أنه يكون العلاج علاج متكامل وعلاج شمولي. لو نتكلم في هذا الجانب أن كيف دكتورة تدعمون أنتوا الإنسان اللي مصاب بهذا النوع من المشكلة المرضية، التطرق إلى كثير من الجوانب العلاجية غير الدوائية. طبعا يوم
المريض يعني نقابل المريض اللي يعاني من الفشل الكلوي أو أول مرة نجلس نتكلم عن الفشل الكلوي. نعم. يكون مثل يعني المريض بيعاني من حالة نفسية انتصاب يحتاج وايد دعم نفسي. وايد دعم نفسي، فعادة نحولهم عندنا هناك أخصائية نفسانية، فدائما نحول الحالات عليها وهي تشوف إذا بعدين يحتاجون يعني أكثر، يحتاجون يعني علاج أكثر، ممكن نحولهم على قسم العلاج النفسي اللي هو في مستشفى راشد عشان يكون معاهم. بس عادة هم يرجعون لنا وإحنا نشوفهم ودائما نطمنهم، فيكون في دائما متابعة بيننا وبينهم في العيادة. عادة نحولهم من العيادة أو من القسم. صحيح، وهذا جانب مثل ما تفضلتي دكتورة أكيد مهم على أساس أن الشخص يستفيد من الجانب الدوائي العلاجي، فلازم أنه ما يكون عنده أيضا اضطرابات نفسية. وإذا كان أكيد طبعا أنتوا تأخذون الموضوع هذا بعين الاعتبار، وهناك أيضا دائما يكون تنسيق بينكم وبين الجهات أو الأقسام الأخرى في هيئة الصحة. دكتورة، ننتقل إلى التقنيات اللي توفرها هيئة الصحة في قسم غسيل الكلف مستشفى دبي. التقنيات والحمد لله رب العالمين، يعني الدولة موفرة أحسن الأجهزة حق الغسيل الكلوي، سواء كانت غسيل دم اللي هو الغسيل العادي أو الغسيل البطيء، الحمد لله كل شيء متوفر عندنا. حتى الغسيل البريتوني الأجهزة الحمد لله موجودة والحمد لله متوفرة ونوفرها حق المرضى اللي يحتاجونها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. تقنيات احنا عادة يوم المريض يكون يوصل للمرحلة الخامسة ويحتاج انه يبدأ غسيل، نعطيهم خيارات انه هل يبغون شو انواع الغسيل اللي يبغونها او اذا يبغون يسوون زراعة كلى. فالغسيل الدم عادة لازم المريض يسوي وصلة وريدية اللي هو وصلة الشريان في الوريد، فوصلة الشريان في الوريد هاي المريض يحتاجها انه يسويها، يحتاج أن يدخل المستشفى عملية جراحية يعني. فتقريبا من كم يوم الحمد لله قسم الجراحة التداخلية أو عملية الوصلة الوريدية عن طريق الجراحة التداخلية، والحمد لله يعني كان عندنا حالات ونجحت الحمد لله. فهاي هو يعتبر من أشياء جراحية بس لو دخل بأمراض الكلى المريض، لأنه ما يحتاج يدخل المستشفى ويسوونها نفس اليوم المريض يطلع من المستشفى، فهذا شيء يعتبر شيء زين وتطور الحمد لله رب العالمين. صحيح. دكتورة سيما، بنستغل احنا الاربع دقائق المتبقيه الحقيقه للحديث معك ان يعني مرض الكلى من المشاكل اللي ذكرنا في البدايه يعني مزمنه وتتم مع الشخص على حسب طبعا نوع المرض. مهم جدا دكتورة ان نعرف او نوعي افراد المجتمع بكيف يمكن تفادي مشكله، يعني ان شخص يصاب بمشكله الفشل الكلوي، وما هي الوقايه ايضا من هذا المرض. أهم شيء الأشياء، أهم شيء الشخص العادي اللي عنده تاريخ عائلي بمرض كلى المفروض يعني يتابع أو يشيك تقريبا بشكل دوري حق الأمراض هاي، عشان نقدر يعني مثل ما تقول نقدر نلقط المشكلة من الأول ونحاول نسيطر عليها. نعم. حق الأشخاص العاديين عامة الناس، أهم شيء شرب الماء والاستغناء عن المشروبات الطاقة، استغناء عن المشروبات الغازية، حتى العصائر المحلى، الغذاء الصحي وايد مهم، تقليل الأملاح والدهون في الطعام، تجنب استخدام المسكنات. أنا أشوف أن بعض الناس خصوصا الكبارية يعتبرون أن هذا شيء عادي، يستخدمون المسكنات اللي متوفرة بطريقة سهلة جدا وبسعر يعني وايد قليل وبدون استشارة الطبيب، بدون استشارة الطبيب يستخدمونها بشكل دوري وحتى يوزعونها على صديقات. والنوم بالقدر الكافي وايد مهم خلال فترة الليل، هذا أقول لحق الناس يعني الشباب، يعني وايد مهم أن الشخص يعني ياخذ نوم بالقدر الكافي في خلال السهر مبين، يعني الرياضة والحركة، عدم التدخين. الناس اللي يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط وأمراض القلب أو أي مرض ثاني المفروض يكون في متابعة مع الأطباء كل 3 شهور كل 4 شهور،
دائما هالمرضى يكونون يعني يكونون معرضين اثر للقصور الكلوي. صحيح. فاذا هم كانوا يعرفون ان عندهم قصور كلوي ممكن يعني يتجنبون الاشياء اللي ممكن تؤدي الى تدهور وظائف الكلى. صحيح. الشيء الاخير اللي ابغي اقول اتكلم عنها الاسراف في تناول البروتينات حق فئه الشباب. يعني نشوف ان هذا الشيء صار عادي وياخذون البروتينات بشكل يعني عادي عندهم. هذا مو بعادي. احنا شفنا اشخاص عانوا من امراض الكلى واستوالهم فشل كلوي يا حاد يا مزمن بسبب هالاضافات. صحيح. فنقول ان المفروض نتجنب هالاشياء. وبعد في ناس عشان حتى السمنه ممكن تؤدي الى يعني فشل كلوي، فنحاول ان نحافظ على الوزن المثالي. بس الوزن المثالي مو بان نصير ناخذ اشياء مثل اعشاب ما تكون مرخصه، ما تكون عليها تجارب. ممكن حتى الاعشاب اللي مش مرخصه ممكن تسوي مشاكل في الكلى وفشل كلوي. فهاي تقريبا الاشياء المهمه اللي ممكن احنا يعني نسويها عشان نحافظ على صحه الكلى. الله يعطيك العافية دكتورة سيمة عبد الله، أخصائي أول قسم أمراض الكلى في مستشفى دبي بهيئة صحة بدبي. دكتورة شكرا لك، وشكرا أيضا لفريق عملك المبدع الحقيقة للخدمات المميزة اللي تقدمونها، ودائما خدماتكم شمولية ومتكاملة ومبنية على أسس علمية ومعايير طبية. شكرا جزيلا لك دكتورة سيمة. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية، أو قبل أن نطلع الفاصل أيضا بعد الفاصل عندنا فقرة العلاج الطبيعي، واليوم خدمات بنتكلم عن خدمات مركز دبي للعلاج الطبيعي، ولكن بعد الفاصل خلكم معنا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرة العلاج الطبيعي اليوم مستمعينا تحت عنوان خدمات مركز دبي للعلاج الطبيعي. دائما خدمات العلاج الطبيعي له أهمية قصوى، وذلك دائما تحرص هيئة الصحة بدبي على تطوير هاي الخدمات بشكل مستمر، وأيضا خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ودائما تمكين المركز من خلال الكفاءات المتخصصة وأيضا التقنيات المتقدمة من أداء مسؤولياتها بشكل أفضل. مستمعين اليوم للحديث عن مركز دبي للعلاج الطبيعي يشرفنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ عصام علي الميخي، اختصاصي أول العلاج الطبيعي في هيئة الصحة بدبي. أستاذ عصام صبحك الله بالخير والنور والعافية. يسعد صباحك، صباح النور، يا هلا فيك. يا صباح الورد أستاذ عصام. طبعا يعتبر دائما أستاذ عصام موضوع خدمات العلاج الطبيعي من الخدمات المهمة في يعني أغلب المؤسسات الصحية، وهيئة الصحة دائما طبعا تحرص في تطوير هاي النوع من الخدمات اللي هي خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حابين أستاذ عصام تعطينا نبذة عامة عن مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وإمكانيات هذا المركز، سواء من ناحية البشرية وأيضا التقنيات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي في هذا المركز. أكيد. أولا صباح الخير، صباح لك وللمستمعين الكرام. طبعا في العشر سنين الأخيرة صار إنه العلاج، أو العشرين سنة الأخيرة صار العلاج الطبيعي من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مركز طبي أو مستشفى. صحيح. لأنه كل أنواع العمليات تقريبا بدون يعني بدون استثناء تحتاج إلى نوع من الريهابيليتيشن أو إعادة التأهيل بعد إجراء العملية، سواء إعادة تأهيل طبي أو رياضي
أو تنفسي أو وظيفي أو طبيعي أو نفسي بعد. أكيد كثير من الأوقات. نعم طبعاً, طبعاً أو نفسي. نعم صحيح. والآن إحنا بصراحة الآن في النفسي, يعني في هاي المرحلة اللي إحنا فيها الآن. صحيح, أعطيك العافية. لا الآن في أكثر من موضوع مهمين في الوقت اللي إحنا فيه, لكن الآن إحنا في مجال الكلام عن مركز دفاع العلاج الطبيعي والخدمات المقدمة. إحنا الحمد لله 400 في مركز دبي للعلاج الطبيعي والتأهيل, يعني عنا كل أنواع التأهيل اللي ممكن إنه هي تكون في مركز متكامل. ممتاز. الآن إحنا عنا العلاج الطبيعي للأطفال وللكبار وكبار وكمان إصابات الملاعب. في عنا العلاج الطبيعي الخاص بالأعصاب للإناث وللذكور, وفي عنا العلاج الطبيعي للأطفال, في عنا العلاج الوظيفي للأطفال وللكبار, وفي علاج النطق أيضا للأطفال فقط, وفي العلاج النفسي, وفي اللي هو عيادة التغذية. نعم. وفي العلاج المائي للذكور وللإناث. أوكي. وفي كمان من أكبر مميزات مركز دبي للعلاج الطبيعي والتأهيل اللي هو العلاج الإصابات العصبية اللي هي بالروبوت الآلي اللي هو جهاز المشي. نعم. هذا الجهاز يعني من أحد الأجهزة القليلة الموجودة في الدولة أو في المنطقة. أوكي. تم استخدامه في المركز يعني من حوالي 3 أو 4 سنوات, والإصابات العصبية اللي هي بيكون فيها إصابة اللي هو شلل السفلي أو يعني الإصابات السفلية اللي هو spinal cord injuries عم تتعالج, أو اللي هي الهيموبليجيا والبارابليجيا في إلهم يعني في تقدم واضح جدا للحالات, خصوصا الحالات تبعت الأطفال اللي هو العلاج إعادة تأهيل المشي بجهاز الروبوت الآلي. حلو. فهذه تعتبر يعني ملخص طبعا عندنا كمان خدمة التمريض, عندنا خدمة, عندنا اللي هو لاب صغير للفحوصات, في عندنا طبعا عيادات اللي هي دكاترة البي ام ار. فما في أي تخصص لإعادة التأهيل مش موجود عندنا في المركز, والحمد لله رب العالمين المركز من 2013 للحين يعني سمعته والحمد لله رب العالمين ممتازة. جميل. أستاذ أحمد, أنت ذكرت نقاط مهمة الحقيقة بأن المركز يعني طبعا بالإضافة إلى تقديمه خدمات متنوعة وخدمات مميزة, أيضا ذكرت بأن يعني يقدم خدمات لفئات عمرية مختلفة. ذكرت أن في أيضا بعض الخدمات الخاصة للأطفال اللي يحتاجون يعني دعم ويحتاجون تأهيل علاجي من بعد أي عملية أو أي مشكلة صحية يعاني فيها. لو أستاذ عصام تكلمنا عن المشاكل الصحية اللي تصل المركز بشكل مستمر, شو هاي أنواع المشاكل؟ طبعا الفئة العمرية اللي هي الأطفال, إحنا بناخد الأطفال من عمر 2 لعمر 13 سنة. نعم. وممكن تتخيل كل شيء, سواء إصابات رياضية, إصابات عضلية, إصابات عصبية, إصابات الأطفال اللي هي الحالات الأطفال اللي هي بسموها الكونجنتال كيسز اللي هي من الولادة, اللي هي داون سيندروم, التأخر العضلي العصبي, حالات التوحد. هاي الأشياء كلها كإعادة تأهيل فقط موجودة عندنا, مش إعادة تأهيل تربوي, إعادة تأهيل طبي. صحيح. زائد انه الحالات الثانيه اللي هي الحالات العاديه, مثلا اي كل انواع الكسور بعد العمليات تتحول علينا, كل الاصابات الرياضيه تتحول علينا, الاصابات العصبيه بتتحول علينا, في اللي هي الحالات اليوميه اللي بيعاني منها اكثر من 60-70% من العالم الموجودين او من يعني المقيمين او المواطنين, اللي هي آلام الظهر وآلام الرقبة وآلام المفاصل بشكل عام, كلها تتحول عنا كإعادة تأهيل وتدخل ضمن برنامج
إما البرنامج اللي هو مساعد اللي هو إنه إعادة تأهيل من البداية كعمليات، أوكي، أو إنه اللي هو محافظة أو متابعة المريض والمحافظة على مستوى أو أداء الأدائي، اللي هو إحنا بنعطيه تمارين إحنا بنشرف عليه في المرحلة الأولى أول 8 جلسات أو 10 جلسات، وبعدين بنعطيه بروجرام يمشي عليه بشكل يومي. هذا بالنسبة للحالات اللي هي اليومية، اللي هو ألام المفاصل والظهر والرقبة، اللي هو أغلبهم الموظفين الموجودين على المكاتب لساعات طويلة. صحيح أستاذ عصام، شكرا لك الحقيقة، وشكرا أيضا لهاي الخدمات المتميزة اللي تقدمونها في مركز دبي للعلاج الطبيعي، وأيضا توصل الشكر الجزيل لفريق العمل المبدع معاكم اللي دائما يعني تسعدون متعاملين هيئة الصحة بدبي بهاي الخدمات المميزة. الأستاذ عصام علي الميخي، أخصائي أول العلاج الطبيعي في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. العفو أستاذ عصام. وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، وهي فقرة الصحة العامة ودور الصحة العامة في تقوية المناعة. طبعا دون شك مستمعينا الأعزاء، فإن الأنماط الحياة الصحية والسليمة لها دور أساسي ومهم في تقوية جهاز المناعة وأكساب الجسم أو عفوا أكساب الناس القدرة على تساعدهم في مقاومة الأمراض والوقاية منها، ومواجهة طبعا المشاكل الصحية الحالية. حول هذا الموضوع يشرفنا أن يكون ويانا اليوم الدكتور حمد النيل يوسف، أخصائي طب وقائي بهيئة الصحة بدبي. دكتور حمد صباح الخير. صباح النور عليك وعلى كل المستمعين والمشاهدين الأعزاء. الله يحييك دكتور حمد. نحن طبعا مثل ما ذكرنا بأن الصحة العامة جانب مهم جدا في تقوية المناعة، لو تكلمنا دكتور عن أبرز التحديات اللي تواجه الصحة العامة خلال هاي المرحلة. شكرا جزيلا للاستضافة. وفعلا يعني الصحة العامة هي الآن بقت من أحد يعني الركائز الأساسية بالنسبة لصحة المجتمع، وبرضو مهمة جدا في تطوير وتقوية المناعة بالنسبة لكل أفراد المجتمع. صحيح. بالنسبة والآن طبعا المسألة الحقيقية الموجود بالنسبة لنا التحدي الأكبر اللي هي جائحة كورونا أو COVID-19 وكل العالم، فده يعتبر واحد من الأهميات بتاعة التركيز على الصحة العامة وتقوية مناعة المجتمع والأفراد وكل الأشخاص. أما إذا جينا تطرقنا للتحديات بصورة فيها نوع من التحديات كثيرة جدا، لكن إذا تطرقنا للأشياء العامة اللي بتتعرض لها أو التحديات اللي بتواجهها كل الصحة العامة على مستوى العالم بالشيء العام وعلى المستوى المحلي والإقليمي بوجه الخصوص، بنلقى أنه التغير المناخي الموجود الآن له علاقة مباشرة جدا. يعني التغير المناخي هو واحد من التحديات الكبيرة جدا، لأنه عنده علاقة مباشرة والشيء أساسي جدا في إعادة ظهور بعض الأمراض اللي اختفت قبل كده أو ظهور أمراض جديدة. فدي واحدة من الأشياء التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الصحة العامة. فبالتالي حتى عالميا الآن كل دول العالم والمنظمات الخيرية والمنظمات العالمية بتعمل على إنه يحاولوا يحدوا من تلوث البيئة ويحدوا من يعني التغير المناخي لأشياء إيجابية أكثر من يكون سلبية، لأنه عنده دور مباشر جدا في ظهور الأمراض. الشيء الثاني في التحديات برضو عندنا تحدي كبير جدا اللي هو يعني زيادة عدد السكان بشكل عام في العالم أو حتى على المستوى المحلي والإقليمي. ده بيكون أحد أنواع التحديات. ليه؟ لأنه الأشياء دي بتكون مربوطة ربط كامل جدا بصحة المجتمع وبالخدمات المفروض تتوفر للمجتمع، بالتثقيف والتوعية المفروض تكون في المجتمع. فده برضو بيخلي الزيادة بتاعت حركة السكان من تنقل من دول لأخرى بغرض السياحة، بغرض العمل، بغرض الاستثمار، بغرض بعدة أغراض كثيرة جدا. فبالتالي بيقوم بيخلي هنالك يعني تنقل للأمراض، تنقل بالنسبة للفيروسات على حسب الأنماط الصحية المختلفة بالنسبة للمجتمعات. صحيح. فبالتالي زيادة السكان بتعتبر واحد من التحديات الأساسية المفترض إنه المجتمعات المختلفة تشتغل على إنه توفر لها الخدمات الصحية والتوعوية وغيرها.
عشان ما تكون هي مهدد بدلا من أنها تكون تحدي. صحيح. الشيء الثالث والأخير الثالث القبل الأخير اللي هو ممكن أنا أتعرض لأنه هنالك برضو يعني ثورة بتاعت بيانات وتكنولوجيا متقدمة ووسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا، هالأشياء تعتبر تحدي بالنسبة لنا في أنه كيفية نحن نستخدمها بصورة سليمة تنقل المعلومات الصحية السليمة من المصادر الرسمية العلمية المبنية على البحوث والإدلال. صحيح. لأنه صحيح. خلاف كده برضو بيتشكل لنا يعني تحدي كبير في الصحة العامة في نقل المعلومة السليمة وتبادلها من المصدر الصحي المصدر المعرفي اللي بيعتمد على البحوث والأسس والدلائل. فهنالك يعني تحديات كثيرة جدا في المجال بتاع الصحة العامة. صحيح. وختاما ممكن نقول انه برضو ظهور الامراض الغير معدية اللي هي الامراض المصاحبة لبعض المجتمعات الناتجة من انماط الحياة المختلفة زي امراض السكر زي امراض البدانة زي امراض مختلفة برضو مربوطة بالسلوكيات والصحية والانماط الصحية للمجتمع، هذه كلها تعتبر تحديات والتحديات كثر في الحتة دي، لكن نعتبر انه دي من اهم التحديات الكبيرة جدا اللي بتواجه كل المجتمعات العالمية والإقليمية والمحلية واللي محتاجين يشتغل عليها. نعم. دكتور أكيد مثل ما ذكرت بأن هناك الكثير من التحديات اللي تواجه الصحة العامة، لو نتحدث معك دكتور عن كيف يعني من خلال التحديات هاي كيف يمكن لأنماط الحياة الصحية أن تعزز مناعتنا ضد الأمراض، وبالأخص مثل ما ذكرت دكتور حمد خلال المرحلة هاي جائحة كورونا طبعا هناك الكثير من التحديات وهناك لابد أن دائما يكون هناك في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع عن أنماط الحياة الصحية عن الممارسات الغذائية الصحية، فكيف يمكن أن لأنماط الحياة أن تعزز مناعة الإنسان ضد الأمراض دكتور؟ أيوة. ده سؤال سليم جدا وتحديدا احنا في المرحله الان في حوجه كبيره جدا بالنسبه له. صحيح. انماط الحياه المختلفه اللي معروفه من يعني الاكل الصحي السليم من الرياضه وممارسه الرياضه بصوره منتظمه التخلي عن بعض العادات الضاره او العادات المؤذيه مثل التدخين مثل الكحول بالاضافه لانه الحرص على انه تناول المياه بصوره يعني منتظمه الصحيه النقيه وبعض الامراض وبعض الاشياء الاخرى الممكن بتساعد على انه تقوي المناعه من ناحيه غذائيه من ناحيه رياضيه من ناحيه حتى التجنب بتاع الارهاق الذهني والضغوط والاسترس كل هالاشياء لانها كلها عندها يعني مردودات سلبيه على خصما على المناعه بتاعت الجسم الموجوده. بالنسبه للانماط المختلفه تحديدا القضاء الصحي السليم وممارسه الرياضه بشكل منتظم. صحيح. وده كله بيتم عن طريق نشر الوعي بين الافراد المجتمع للتاكد منه انه انتظام الشخص في انه ياكل اكل سليم صحي يتناول قدر كافي من المياه التوعية بالرياضة وأهمية الرياضة بفترات زمنية محددة بصورة منتظمة هذه كلها بتأدي بصورة مباشرة جدا في تقوية الجهاز المناعي. صحيح. بالنسبة للجسم وبتخليه يتخلص من كمية من الأشياء أو كمية من العناصر الغير سليمة اللي هو التخلص من الدهون الغير مشبعة اللي هو ضارة بالجسم التخلص من الكوليسترول إضافة لأنه أنت بتتناول عناصر مهمة جدا زي العناصر الكالسيوم والعناصر الأخرى اللي بيحتاج الجسم الفيتامينات المختلفة اللي بنلقاها في الغذاء الطبيعي السليم والرياضة برضو بتخليك تتخلص من كمية من السموم والإفرازات والأملاح الزائدة هذا كله بشكل مجتمع أوكي بيساعد على إنه جهاز المناعي يكون قوي جدا في كل بكل أنواع المختلفة المناعية بالتالي ده بيخلي الجسم قادر على إنه يدافع عنك في وجود أي مرض أي فيروس أي بكتيريا وتحديدنا احنا الان في فتره محتاجين فيها جهاز المناعي يكون باقوى ما يمكن. صحيح. باقوى ما يمكن نسبه لوجود هذه الجائحه جائحه كوفيد 19 اللي هو الان تجاوزت السنه فبالتالي لابد من انه نتاكد من كل انماط حياتنا الصحيه ان احنا بنمارسها ونتاكد من انه نشرت التوعيه ونشرت المعلومات الصحيحه بين افراد المجتمع من التناول الصحي لانواع الغذاء الصحيه اللي ممكن تتناولها الطريقه اللي بتتناولها بها معينه الكميات المطلوبه منها عشان ما يحصل نوع من الافراط في كميات محدده او يحصل زياده تقوم
يعني يبقى عليها مردود سلبي أو تنعكس بصورة سلبية. فهذه الأشياء كلها مهمة جدا في التأكد من أنه نحن بتساعدنا في تقوية جهاز المناعة، لأنه نحن أحوج ما نكون في السنوات القادمة، في الفترة القادمة وفي الأيام القادمة أحوج ما نكون لأنه تقوية جهازنا المناعي بصورة يقدر يساعدنا ويخلينا نحن نتصدى لكل الأنواع المختلفة من الفيروسات والأمراض، إذا كانت جائحة كما الجائحة الآن COVID-19 أو إذا كانت أمراض أخرى، أو حتى على مستوى كبار السن والأطفال وكل فئات المجتمع العمرية المختلفة. صحيح دكتور، أنت ذكرت الحقيقة يعني نقاط مهمة جدا، وهي يعني ذكرت كبرنامج شمولي الحقيقة المفروض أن اليوم نحن نتبعها كنظام، يعني نظام يعني مثل ما تقول يعني نمط الحياة متكاملة، ليس يعني ليست فقط على الجانب الغذائي الصحي، وأيضا يعني لابد أن لا يكون هناك في تقصير في الرياضة ولا في نمط الحياة. يعني قبل فترة دكتور نحن كان عندنا ضيف وتكلمنا عن أهمية جودة النوم، كيف النوم إذا نمت أنت ساعات نوم جيدة أن هذا أيضا يساعد على يعني زيادة المناعة في جسم الإنسان، وعكس ذلك إذا كان نوم غير جيد ونوم غير يعني صحيح والساعات غير مناسبة أيضا هذا يعني يقلل المناعة وممكن أن يصيب الإنسان بمشاكل صحية كثيرة. دكتور عندنا يمكن دقيقة وحابين الحقيقة نعرف دور الإمكانيات وقدرات منظومة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي والوقاية من المحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، لأن أنت ذكرت دكتور تفضلت بأن زيادة نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع خلال المرحلة هاي مهمة جدا أيضا. نعم، بالنسبة في حماية في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي هنالك أقسام مختلفة، كل قسم بيهتم بدور معين. هناك إمكانيات موجودة ودعم حكومي بشكل ممتاز جدا، في معرفة موجودة، في وسائل مختلفة زي الأنظمة المختلفة في التقصي والترصد والاستجابة لكل الأمراض الممكن تهدد المجتمع. هناك قسم يهتم بالتثقيف والمعرفة الصحية والتوعية المجتمع، هنالك قسم برضو مهتم بالصحة المدرسية وكل ما يعني يخص البيئة المدرسية والتأكد من سلامتها، بالإضافة لوجود الخطط الصحية والسياسات الصحية المحدثة والمحددة على حسب المعايير العالمية وعلى حسب الإرشادات والتوجيهات بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وجود الكادر المؤهل الآن واحدة من الأشياء الأساسية، فهذه كلها نحن نعتبر إنها هي جزء من الأشياء الإمكانيات والقدرات الموجودة مع الأنظمة الصحية الإلكترونية حتى، وده بيقوم بيحكس لنا سرعة البلاغات الأمراض، سرعة المعلومة وصولها، سرعة الاستجابة للتأكد من أنه في هنالك خطر معين والتصدي له. الأهم من ده كله نحن أو الإدارة بشكل عام مهتمة جدا في المسألة بتاع التوعية، مهتمة جدا بالمسألة بتاع إشراك المجتمع، مهتمة كذلك بأنه المجتمع يعتبر هو الآن أحد أفراد أو أحد الركائز الأساسية في الصحة العامة، لأنه صحيح. الآن المجتمع هو شريك، الآن المجتمع هو مش متلقي كما كان، المجتمع الآن يعتبر أنه هو شريك أساسي في حماية الصحة العامة، شريك أساسي في نقل التوعية. فبرضه هنالك أقسام وهنالك خطط وبرامج موجودة ومطورة في كيفية توعية المجتمع وإشراك المجتمع وعبر كل وسائل الإعلام، والإعلام بيلعب دور أساسي جدا كما الآن نحن بنتناقش المزالة في هالحلقة من أجل إنه التأكد من إرسال الرسالة والهدف الأساسي للصحة العامة والسلامة منها. الله يبارك فيك يا دكتور، جهودكم الحقيقة كبيرة وجهود جبارة الحقيقة، يعني بالأخص التعامل مع أفراد المجتمع من ناحية الثقافة الصحية. دكتور
حمد النيل يوسف أخصائي طب الوقاية الوقائي عفوا في هيئة الصحة بدبي، نشكر لك وجودك معنا اليوم وشكرا على معلوماتك الطيبة، وأيضا شكرا لفريق العمل المبدع اللي يعمل معك بشكل مستمر في توعية أفراد المجتمع عن توعية أفراد المجتمع وخاصة في الوقت الحالي مع جائحة كورونا. شكرا دكتور حمد. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك دكتور. مستمعينا الأعزاء، ومن فقرة الصحة العامة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم، كان في الإعداد فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجين المبدعين الأستاذ نمر محمد وأيضا المخرج المبدع سعيد المر. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة، وإجازة نهاية أسبوع سعيدة عليكم جميعا. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.